العربي اليوم من التلفزيون العربي من لندن، وفيه تشيع حاشد لجورج فلويد في مسقط رأسه بمدينة هيوستن. الآلاف يلقون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه بعد احتجاجات عنيفة استمرت أسبوعين تنديدا بقتله. نشاط دبلوماسي واسع بشأن ليبيا. الجزائر ترحب بأي اتفاق يجمع الأطراف المتحاربة. قلق روسي وألماني من تصاعد القتال واستئناف العمل بحقل الشرارة النفطي. روسيا تعيد فتح جبهة إدلب السورية بعد هدوء. قتلى وجرحى في غارات استهدفت مناطق مدنية. آلاف النازحين يتوجهون إلى الحدود التركية واستمرار المظاهرات المناوئة للنظام في السويداء. حياكم الله. تجمع الآلاف لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان جورج فلويد بعد احتجاجات عنيفة استمرت لأسبوعين وذلك تنديدا بقتله. إذن بدأت مراسم وداع جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي قتل على يد الشرطة بحضور آلاف من المشاركين لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة فاونتن أوف برايس بمدينة هيوستن بولاية تكساس. وأثار مقتل فلويد على يد شرطة مينيابوليس منذ أسبوعين حركة احتجاجية ضخمة في أنحاء الولايات المتحدة وفي مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي اضطر الحكومة الأمريكية إلى النظر مجددا في مسألة العنصرية وأساليب الاعتقال. في كنيسة نافورة الحمد بضاحية هيوستن في ولاية تكساس يرقد جثمان المواطن الأمريكي ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد لتبدأ مراسم تشييعه بتأبين تليه جنازة خاصة. مقتل فلويد لم يكن عاديا، فقد لفظ أنفاسه الأخيرة خنقا مكبل اليدين تحت قدم الشرطي الأبيض في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 من مايو أيار الماضي. مشهد فلويد وهو يحتضر تحت ركبة الشرطي أثار موجة احتجاجات عمت الولايات المتحدة منددة بعنف الشرطة وممارساتها، لتنقلب الأمور في بعض المظاهرات إلى أعمال عنف وشغب وإحراق ممتلكات عامة وخاصة مع ما صاحب تلك المشاهد من عنف من قبل قوات الأمن. الرئيس ترامب هاجم المحتجين ولوح باستخدام القوة مهددا بنشر الجيش لإعادة فرض الأمن في الولايات الأمريكية، وترافق ذلك مع حملة اعتقالات واسعة لمحتجين أثارت استياء شخصيات من حزبه فضلا عن خصومه في الحزب الديمقراطي. مشاعر الغضب من مقتل فلويد امتدت إلى القارات الخمس، فخرجت مظاهرات منددة بالعنصرية والتمييز ضد السود، فحطمت تماثيل ترمز إلى العبودية، في وقت أعلنت منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية تضامنها مع المحتجين في الولايات المتحدة وكل من نحى منحهم من التظاهر السلمي. فلويد يوارى الثرى مشعلا بوفاته غضبا شعبيا ضد قضايا التمييز العرقي في بلاد تمجد الحرية وتقيم لها تمثالا وفي صورتها الأخرى إرث مثقل بالعبودية. ينضم إلينا من نيويورك مراسل العربي نبيل أبي صعب. إذا نبيل، وقد بدأت مراسم تشييع جورج فلويد قبل وقت قصير من الآن، كيف تبدو الأجواء في نيويورك؟ نعم، أتحدث إليكم من ساحة باركليز سنتر. هذه الساحة كان هنا تجمع كبير وقد بدأ بتظاهرة، سيارة انطلقت في الشارع خلفي. هذه التظاهرات المتفرقة في أنحاء نيويورك هي صورة مصغرة عما يحدث في غالبية المدن الأمريكية وفي معظم الولايات. الأنظار مشدودة صحيح إلى هيوستن في تكساس وإلى الجنازة القائمة الآن، ولكن هناك تحركات متضامنة وموازية للجنازة
تتم في معظم الساحات الرئيسية كما نرى في وسائل الإعلام المحلية. أيضا هناك إلى جانب المواكبة الشعبية للجنازة هناك تحركات على المستوى القضائي. نيويورك شهدت اليوم سابقة لم تحدث بالنسبة إلى محاسبة عناصر الشرطة عن قمع المتظاهرين. الشرطي فينسنت داندرايا الذي كان دفع متظاهرة بقوة على الأرض هنا في هذه الساحة الأسبوع الماضي أثناء المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين سلم نفسه اليوم إلى المحكمة ووجهت إليه تهم عدة من بينها يعني الممارسة العنيفة ضد متظاهر سلمي. هذه مسألة لم تحدث سابقا وتتماشى مع أجواء نراها في الكثير من المدن الأمريكية. عناصر الشرطة باتوا تحت الضوء تحت المراقبة وإجراءات المحاسبة بدأت تأخذ طريقها في المحاكم للمرة الأولى في نيويورك مثلاً لم يكن هذا سابقاً أن عناصر الشرطة كانوا قد أودوا بحياة عدد كبير. نعم. نبيل نكتفي بهذا القدر. أشكرك جزيل الشكر. طبعا بدأ الصوت يتقطع ربما من الرياح بكافة الأحوال. شكرا جزيلا لك نبيل أبي صعب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا مباشرة من نيويورك. وأيضا مشاهدينا نلفت انتباهكم إلى أن هذه الصور تأتينا مباشرة من مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهي لمراسم تشييع الأمريكي جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا. إذن هذه صور حية ومباشرة لمراسم التشييع في مدينة هيوستن بولاية تكساس، تحديدا في كنيسة فاونتن أوف برايز، كما نتابع وإياكم في هذه الصور. إلى ملفنا التالي، حيث أعلنت الجزائر ترحيبها بأي مبادرة لوقف إطلاق النار في ليبيا مهما كان مصدرها، مؤكدة التزامها الحياد في الأزمة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، رحب خلاله محند أسعيد بالعيد الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، رحب بإعلان القاهرة وقف إطلاق النار في ليبيا مؤكدا التزام بلاده الحياد وأنها لا تنتظر تطورات الوضع في الميدان لتحديد موقفها من الأزمة الليبية. لكن السعيد قال إنه لا مفر من المبادرة الجزائرية لحل الأزمة الليبية. هذا وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي ضرورة وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات الأممية في ليبيا. تأتي هذه المكالمة ضمن جملة من الاتصالات الدبلوماسية خلال الساعات الماضية بشأن الملف الليبي، وتتزامن مع تقدم قوات حكومة الوفاق نحو الهلال النفطي انطلاقا من سرت. لم تبلغ رحلته خواتيمها بعد، مسنودا ما يزال كما يبدو اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وقد سد اتفاق القاهرة خروجه من الباب الضيق بعد خسارته في الغرب الليبي. فدعائم المصالح بتحولاتها وتناقضاتها في ملف ليبيا تبعث حضوره في المرحلة المقبلة. تسير قوات الوفاق الحكومية نحو سرت، بوابة النفط الليبي الغزير المغري للمتنازعين على ضفاف المتوسط، ربما خريطتهم الوحيدة الواضحة في الميدان الليبي، ومخططات التسويات السياسية تتزاحم راسمة اصطفافات جديدة. اتفاق صخيرات إنجاز مبعوثين دوليين برناردين وليون ومارتين كوبلر بات ظاهرا أنه لم يعد ميثاقا لكل الأطراف الدولية الفاعلة. إن سقط كعملة للتوافق سيؤثر لا محالة على وجود حكومة الوفاق، لكن سيحفظ للكبار مكاسبهم من سوق التعامل معها.
فروسيا وفرنسا ومن يقف في صفهما رحبوا جميعا بمبادرة مصر الفردية الداعية لوقف إطلاق النار، بينما اتفق الرئيس الأمريكي والتركي على مواصلة التعاون لتحقيق السلام في ليبيا. الاتحاد الأوروبي بدوره أكد أن الحل السياسي في ليبيا ينبغي أن يكون ضمن إطار عملية برلين المدعومة أمميا، مشددا على ضرورة عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. متباينة تماما اتجاهات التوافق التي تريدها الأطراف الإقليمية في ليبيا وطاولة الحوار التي يحاولون نصبها، إن قدر لها أن توضع في مكان ما من العالم فمن الصعب أن يجتمع حولها طرفان النزاع. والتباين على كثرة الاتصالات يزيد يوما بعد يوم بين أقطاب الصراع الإقليميين. لم تعد ضرورية سياسة التلطي في قرب ضياع المصالح، قد تسقط الأقنعة عمدا أو خطأ. قوة الوفاق بثت مقطعا مصورا يظهر ضباطا إماراتيين داخل منظومة دفاع جوي رفقة عناصر من قوات حفتر، وقبلها بث فيديو مشابه لقوات فاغنير الروسية. روسيا التي بدت متخلية عن حليفها حفتر تستعيره من جديد وتحاول ربط اتصالات مع حكومة الوفاق، منزعجة تركيا من أقنعتها في ليبيا. الرئيس أردوغان قال إنه سيبحث الملف مع نظيره بوتين، ربما في حوار الكبار حول النفط والغاز ودفء المتوسط المحروسة ضفافه بالقواعد العسكرية تبنى أرضيات جديدة لنزاعات الداخل. نبقى في الشأن الليبي، حيث أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط استئناف عمل حقل شرارة نفطي عقب دخول جماعة مسلحة الحقل وطلبها من العاملين وقف نشاطهم الإنتاجي. وقالت المؤسسة في بيان لها إن مجموعة مسلحة أقدمت مساء أمس على إشهار السلاح في وجه العاملين مجبرة إياهم على إيقاف الإنتاج في الحقل بعد 3 أيام فقط من عودة الإنتاج. وبنظرة على الجغرافيا الليبية وتمركز قوات حكومة الوفاق على هذه الخارطة ومناطق سيطرتها في التقرير التالي. تستعد قوات حكومة الوفاق الليبية لتنفيذ المراحل المتبقية لعملية دروب النصر التي تهدف إلى استعادة منطقة سرت الجفرة من سيطرة قوات حفتر بعد وصول تعزيزات عسكرية وأسلحة متطورة لتمركزات قوات الحكومة غرب مدينة سرت. قوات حكومة الوفاق سيطرت على مناطق الوشكة وبويرات الحسون وصولا إلى المحطة البخارية الواقعة في نطاق بوابة 30 التي تبعد بنحو 30 كيلومترا غرب المدينة. وتكمن أهمية مدينة سرت الاستراتيجية التي تشكل غرفة عمليات رئيسية لقوات حفتر، حيث تتوسط المسافة ما بين طرابلس وبنغازي وتفتح الطريق باتجاه منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد والتي تحتوي على 80% من الثروة النفطية للبلاد. أما من حيث القواعد العسكرية، تضم سرت قاعدة القرضابية الجوية المهمة، وجنوبا قاعدة الجفرة الجوية التي تعد من أكبر القواعد العسكرية الليبية. ينضم إلينا الآن مراسلنا في ليبيا والمقيم في تونس خليل الكلاعي، وأيضا من اسطنبول مراسلنا عدنان جان. أهلا بكما. أبدأ معك خليل الكلاعي، وآخر التطورات الميدانية في ليبيا حتى هذه اللحظة. نعم ميسم، المعارك في تخوم وسط مدينة سرت لازالت متوقفة كعادتها منذ ما يزيد عن 48 ساعة على الأقل. القتال توقف بشكل تام وكافة المحاور يسودها الهدوء، وذلك بعد أن قامت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني منذ أكثر من يومين بالتوغل داخل الحدود الإدارية الغربية لمدينة سرت والسيطرة على المنطقة الممتدة من الوشكة شمالا إلى البغلة جنوبا، بيرات الحسون وبوابتي 50 و30. قوات حكومة الوفاق الوطني وصلت في مرحلة أولى إلى مشارف وسط مدينة سرت قبل أن تتراجع لتتمركز بالضبط في حدود بوابة 30 عند المحطة البخارية. قوات حكومة الوفاق الوطني كانت قد تقدمت في وقت سابق إلى بلدتي جارف والحقيقة، لكن اكتفت بذلك القدر، لم تتقدم بعد هذه المحطات إلى أي مواقع أخرى. المتحدث باسم المكتب الإعلامي لعملية مركز الغضب مصطفى المجعي صرح لنا بأن قوات حكومة الوفاق الوطني لا زالت تواصل هذه العملية العسكرية، عملية دروب النصر التي تهدف إلى استعادة السيطرة على كامل
مدينة سرت وأيضا على كامل منطقة الجفرة بما فيها قاعدة الجفرة الجوية. مصطفى المجري أضاف بأن قوات حكومة اتفاق وطن الوطني دفعت بمزيد من القوات إلى حدود وسط مدينة سرت ودفعت كذلك بعتاد عسكري وبالمدفعية الثقيلة بعدد من الآليات، جزء منها كان يتمركز جنوب العاصمة طرابلس وجزء آخر كان موجود في شمال ترهونة. هذا العتاد نقل إلى سرت. يبدو أن قوات حكومة اتفاق وطني تعد العدة بشكل محكم لعملية عسكرية شاملة تهدف إلى السيطرة في الآن ذاته على كامل النطاق الجغرافي لمدينة سرت، ولكن أيضا على قاعدة الجفرة الجوية المهمة جدا بالنسبة لقوات حكومة الوفاق الوطني، إذ باستكمال السيطرة على هذه النقطة تحديدا على منطقة الجفرة وخاصة على قاعدة الجفرة، فإنه الطريق بين عمق حفتر الرئيسي والأساسي في ليبيا شرق البلاد وقواته المتواجدة في مدن الجنوب الليبي وخاصة في عاصمة الجنوب سبها، هذه الطريق تصبح مقطوعة تماما فضلا عن ما يمكن أن يترتب عن السيطرة على قاعدة الجفرة الجوية من خسارة حفتر كليا لأي إسناد جوي لقواته في الجنوب والغرب وفقدانه أيضا لكل أمل عسكري في العودة إلى المنطقة الغربية الإقليم الغربي إقليم طرابلس مثل ما حدث منذ عام حين تقدم إلى ترهونة، إذ أن معقله الرئيس في ترهونة كان مسنودا من نقطتين عسكريتين رئيسيتين قاعدة الوطية وقاعدة الجفرة. هو خسر قاعدة الوطية، إذا خسر قاعدة الجفرة كذلك فإنه يصبح من الصعب جدا على حفتر أن يكرر المحاولة باتجاه المنطقة الغربية من ليبيا. طيب خليل بعجالة، هل ما تفضلت به من هدوء على الجبهات يعني أن هناك التزاما بالمبادرة التي طرحت أو المبادرات بشكل عام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ رسميا وسام العكس هو ما تقوله قوات حكومة الوفاق، ما تقوله حكومة الوفاق نفسها تقول أنها مستمرة في هذه العملية العسكرية في عملية دروب النصر، وأنه هذا الهدوء ليس إلا مرحلة سابقة لعملية عسكرية شاملة، وأنه هذا الهدوء مبرر فقط وفق المنطق ووفق الفهم العسكري، وأن هذه المرحلة كانت ضرورية حتى تتنظم المحاور وحتى يصل ما يكفي من إمداد ومن عدة لبدء عملية عسكرية شاملة تهدف إلى تحقيق الأهداف التي رسمت عندما تم الإعلان عن عملية دروب الانتصار أو دروب النصر عفوا. نعم، فيما يتعلق بالحراك والتحركات الدبلوماسية والسياسية لم تغب تركيا عن المشهد عدنان، خاصة قبل قليل وهناك حديث للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال بالضبط أننا سنستمر في دعم حكومة السراج في ليبيا عسكريا وسنقف إلى جانب إخواننا في ليبيا وليس إلى جانب الانقلابيين كما تحدث بالضبط. أبرز ما ورد في هذه الكلمة في ختام اجتماع الحكومة اليوم للرئيس التركي عدنان. بالفعل وسام، قبل دقائق فقط خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب انتهاء اجتماع حكومته اليوم وأعلن عن عدد من القرارات المتعلقة بالتطورات الأخيرة في ليبيا، أبرزها ربما استمرار دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يترأسها فائز السراج دعمها عسكريا وسياسيا واقتصاديا. أردوغان أكد بأن جميع خبرات بلاده في التنمية سوف توضع في الملف الليبي وسوف يقدم المساعدة لحكومة الوفاق الوطني لإعادة التنمية في البلاد. أيضا أردوغان أكد بأن بلاده سوف تقف إلى جانب الشعب الليبي وليس إلى جانب الانقلابيين والميليشيات التي تدعمها، في إشارة إلى الجنرال خليفة حفتر. وأيضا أردوغان أكد على نقطة بأن قوات حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع القوات التركية تمكنت من هزيمة كافة المؤامرات الدولية بحسب وصفه، وأطلق صفة أسود الصحراء وأحفاد عمر المختار على الليبيين الذين هزموا جميع المخططات بحسب وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبالتالي مستقبلا وخلال الفترة المقبلة بحسب التصريحات الرسمية التركية سوف يتواصل الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي التركي لحكومة الوفاق الوطني، وقد نشهد ربما مرحلة
مرحلة جديدة في ليبيا، لا سيما بعد التوافق إلى حد كبير بين أنقرة وواشنطن حيال الملف الليبي بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه أردوغان يوم أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن مستقبل الجنرال خليفة حفتر قد ينتهي في أي لحظة من المشهد السياسي الليبي بحسب التصريحات الرسمية التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم أمس. وسام عدنان جان مراسلنا كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لمراسلنا في ليبيا والمقيم في تونس خليل الكلاعي، شكرا جزيلا لكما. ومشاهدينا بالعودة إلى مراسم تشييع جورج فلويد تنضم إلينا من هيوستن مراسلتنا ريما أبو حمدية. إذن ريما إليك، كيف تبدو الأجواء والأوضاع في هيوستن؟ إذن على ما يبدو سنتابع وإياكم هذه الصور من جديد إذن لمراسم تشييع جورج فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إذ بدأت طبعا هذه المراسم قبل تقريبا ساعة من الآن في مدينة هيوستن. طبعا هذا التشييع يأتي بعد نحو أسبوعين على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى احتجاجات كثيرة عمت مختلف المدن والولايات الأمريكية. إذن نزح نحو 6000 مدني من منطقة خفض التصعيد شمالية سوريا من جراء قصف نفذته طائرات روسية وقوات النظام السوري، فيما قتل مدني وأصيب 8 آخرون في قصف روسي على المنطقة. يأتي التصعيد الروسي بعد 3 أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين موسكو وأنقرة، الأمر الذي ينذر بعودة القتال إلى منطقة إدلب ومحيطها. يحزمون ما تبقى من أمتعتهم هربا من القصف، هذا هو حال المدنيين شمال سوريا. سميت منطقة خفض تصعيد لكن لم يخفض فيها شيء سوى هذه المباني. نحو 6000 مدني نزحوا من إدلب ومحيطها، والسبب ذاته لم يتغير. الطيران الحربي الروسي يشن عشرات الغارات لليوم الثاني على التوالي على قرى ريف إدلب الجنوبي، ويتسبب بمقتل وإصابة عدة أشخاص. 3 شهور مضت على المصافحة الروسية التركية التي خطت هدنة الشمال السوري، هدنة قررت موسكو أن صلاحيتها انتهت، وبذلك عاودت استهدافها المنطقة الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظات إدلب وحما واللاذقية، حيث تتمركز فصائل المعارضة المسلحة. الغارات الروسية تأتي غداة اشتباكات بين قوات النظام السوري والفصائل الجهادية في منطقة سهل الغاب بريف حما الشمالي الغربي، والتي أوقعت عشرات القتلى من الطرفين. أنقرة استنفرت قواتها على الشريط الحدودي مع سوريا وأدخلت وحدات عسكرية إلى إدلب تحسبا لجولة جديدة من القتال أكثر ضراوة، فمعطيات الميدان توحي بأن الهدنة لن تصمد، خاصة مع إرسال موسكو تعزيزات إضافية إلى نقاط تمركزها في ريفي إدلب الجنوبي وحما الغربي. قطبا الحرب السورية ينذران بعودة القتال الشرس إلى إدلب، توقعات وتكهنات ستحسمها مآلات تنافسهما على الأرض الليبية وصمود تفاهماتهما على الأرض السورية. سوريا أيضا اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري الناشط رائد الخطيب في مدينة السويداء جنوبية سوريا بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية، وتستمر مظاهرات ترفع شعارات تنادي بإسقاط نظام بشار الأسد اليوم الثالث على التوالي في المحافظة. وتأتي هذه المظاهرات في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في عموم مناطق سيطرة النظام، وذلك قبيل بدء سريان مفعول قانون قيصر الأمريكي في منتصف الشهر الجاري.
معنا من غازي عنتاب مباشرة السيد عبد الوهاب عاصي، الباحث السياسي في مركز جسور للدراسات. أهلا بك سيد عاصي، كيف ترى وتقرأ هذه المظاهرات التي عادت بزخمها لتذكرنا ببدايات الثورة السورية في محافظة السويداء؟ كيف ترى هذا المشهد الآن بعد 3 أيام متواصلة من التظاهرات والاحتجاجات؟ أهلا بكم. يعني طبعا هي ليست المرة الأولى التي يقوم بها أهالي السويداء بمظاهرات مناهضة للنظام السوري. قبل أشهر أيضا كانت هناك احتجاجات ضد النظام السوري استمرت أيام ثم توقفت أو انخفضت وتيرتها وحدتها. الآن هناك عودة بزخم أكبر لهذه المظاهرات المناهضة للنظام السوري. يمكن القول أن السكان أو الأهالي في محافظة السويداء أو حتى في كل في عموم جنوب سوريا، لأننا أيضا نتحدث عن مظاهرات ممتدة في محافظة درعا على عموم شمال وغرب وشرق درعا، أن هذه المظاهرات تعكس عدم قدرة النظام السوري على فرض سياساته الأمنية أو عدم قدرة الأهالي أيضا على استحمال على تحمل عبء هذه السياسات، إضافة إلى تردي أو غياب الأداء الحكومي بشكل كامل الذي أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية بشكل لا يمكن للمواطن السوري أن يتحمله. النظام السوري مستمر في سياساته القائمة على العنف المفرط والعنف المضاعف ضد الأهالي من اعتقالات وقيام الأجهزة الأمنية بملاحقة الأهالي والتعذيب والقتل وما إلى ذلك من أسلوب أمني مضاعف ومبالغ به من قبل النظام السوري. أتصور أن مع هذا الانهيار إن صح التوصيف في قدرة النظام السوري على الإمساك باقتصاد الحرب قد نشهد امتدادا لهذه المظاهرات، ليس فقط في المناطق التي لا يستطيع النظام السوري ضبطها أمنيا. يعني بمعنى أننا نتحدث حينما نتحدث عن السويداء ومحافظة درعا، نحن نقول أن هذه المناطق في الأصل يعاني النظام السوري من قدرة على الإمساك بمفاصلها الأمنية بعد أن شكل الأهالي أو السكان المحليين فيها شكلوا طيب. هياكل خاصة فيها أو مربعات أمنية تبعد الأجهزة الأمنية أو تبعد الحواجز العسكرية خارج المدن أو تبعدهم عن التسلط على السكان. يمكن أن نشهد مظاهرات في مناطق أخرى حصلت فيها مصالحات أو حتى مظاهر احتجاج إن صح التوصيف، ليس بالضرورة المظاهرات، ربما إضراب، ربما شعارات على الجدران، ربما اعتصامات صامتة. يعني اليوم في سوق الحريقة اعتقل النظام السوري 3 تجار لدعوتهم لبقية التجار لعدم فتح محلاتهم أو لإغلاق هذه المحلات بسبب الأوضاع الاقتصادية. هذا حقيقة دعوة، هذه حقيقة دعوة مباشرة للإضراب. إذن هي إحدى هذه المظاهر التي أتحدث عنها التي قد تمتد إلى مناطق أخرى وتفرض نفسها. هنا الحديث ليس عن رغبة للسكان في القيام بمثل هذه المظاهر الاحتجاجية، إنما أن المظاهر الاحتجاجية هي من تفرض نفسها على طيب في هذه النقطة بالتحديد سيد عاصي، تحمل أعباء إضافية. نعم، يعني حضرتك أشرت إلى أنك تتوقع أن تمتد هذه المظاهرات إلى مناطق أخرى أيضا وأن تستمر في محافظة السويداء. بالنسبة للأسباب، إذا ما أردنا الوقوف على بالضبط. الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار إن صح التعبير في السويداء وفي مناطق أخرى وربما نشهد مناطق جديدة أيضا، ما هي هذه الأسباب؟ هل فقط بسبب قانون قيصر؟ السوريون يتساءلون اليوم، هل فقط هذا القانون هو من أوصلهم إلى هذه الحالة أم لا؟ طبعا اطلاقا ليست القضيه متعلقه بقانون قيصر. كنت ذكرت منذ قليل ان المظاهرات في السويداء هي ليست مستجده وليست بالجديده. مظاهرات حصلت مظاهرات سابقا في محافظه درعا، ايضا في مناطق في ريف العاصمه دمشق كانت قد خضعت للمصالحات، حصلت فيها مظاهرات. امس في زاكيه حصلت ايضا مظاهره قمعها النظام السوري. الاسباب الحقيقيه التي تقف وراء مثل هذه الشكل من الاحتجاجات هي نفسها الاسباب التي دفعت الاهالي في عام 2011 للخروج ضد النظام السوري، لكن استطاع النظام باستخدام الحل الأمني المفرط والعسكري لاحقا إلى كبح قدرة الأهالي على تحدي السلطة. هذه نقطة يجب التأكيد عليها. ليس بالضرورة أن نقول أن جميع السكان أو جميع السوريين قادرين على تحدي السلطة والاستمرار بمواجهتها. هذا طبعا أدى إلى دخول مناطق عديدة في المصالحات، أدى إلى عدم دخول مناطق
المناطق بالعمل العسكري أو بدخولها بمواجهة عسكرية مع النظام السوري وتراجعها واكتفائها فقط في المظاهرات التي حصلت بين الفترة من آذار 15 آذار 2011 حتى نهاية أو تشرين ثاني نهاية نفس العام 2011. مناطق أخرى رجحت الخيار العسكري لمواجهة النظام السوري. إذا نحن نتحدث عن تفاوت في استجابة وقدرة السكان على التحمل. الآن الأوضاع أصبحت تفوق هذه القدرة وتفوق تحملهم في ظل يعني غياب القدرة الشرائية للمواطن السوري. ليرة سورية أصبحت اقتربت من عتبة 4000 ليرة أمس قبل أن تنزل إلى 3200 أو 3400. إذن السياسة الأمنية للنظام السوري وإصراره، هذه نقطة مهمة، حتى بعد إجراء المصالحات في مناطق عديدة إصراره على استخدام هذه السياسة والسياسة العسكرية القائمة على التجنيد الإلزامي والإجباري للسكان، هذه نقطة أيضا دعنا نلفت الانتباه عليها. في محافظة السويداء النظام السوري كان يصر على مدار السنوات السابقة بتجنيد إجباري للأهالي، لكن حال دون ذلك قرار مشترك من الفصائل وسكان المحليين والوجهاء وشيوخ العقل من هذه الخطوة. إذا النظام السوري يصر على الخيار العسكري والأمني. عبد الوهاب عاصي الباحث السياسي بمركز جسور للدراسات، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من غازي عنتاب. نبقى مشاهدينا في الملف السوري، وبالعودة إلى تطورات الوضع في الشمال السوري ينضم إلينا من ريف إدلب مراسلنا إبراهيم تريسي. إبراهيم، إليك وآخر المستجدات في الشمال السوري، خاصة بعد هذا التصعيد من قبل النظام السوري وروسيا بحق المدنيين. بحقيقة يعني إقامة قوات المعارضة بقصف مواقع النظام السوري لقذائف العاون وقذائف الصاروخية خلال الساعات القليلة الماضية، لم نشهد منذ ظهر اليوم وحتى الآن غارات جوية جديدة على مناطق المعارضة السورية. حركة تروح ما تزال مستمرة في المناطق التي تعرضت للضرب بشكل خطر سكانها تتعرض للقصف أيضا الزاوية وبلدات سهل الغار. حالة تخوف كبيرة السكان في عموم الشمال السوري. إبراهيم تريسي أكتفي بهذا القدر، هناك تقطع في الاتصال من المصدر، نعتذر عن هذا الخلل الفني. إبراهيم تريسي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من ريف إدلب. إلى شأن آخر، حيث رفضت هيئة مكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان التعليق على تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا عن عدم قدرة المصارف اللبنانية على ما وصفه بتبييض أموال النظام السوري، وبينما نفى نواب من لجنة المال والموازنة النيابية علمهم بالتصريح، أكد خبراء اقتصاديون للتلفزيون العربي أن أموال المودعين السوريين لن تعود إليهم نقدا إلا بمعجزة على حد تعبيرهم. هكذا هو حال بنك سوريا ولبنان اليوم، فقد تسميته التي كان يجاهر بها أيام وحدة المصير والمسار الاقتصاديين، واستعيد عنها بحروف مختصرة. تأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية على سوريا امتد ليشمل لبنان، والمصارف التي كانت تسمح بفتح حسابات لنافذين مقربين من النظام السوري تؤكد اليوم التزامها عدم استقبال أي زبون اسمه على لوائح العقوبات الدولية وخاصة الأمريكية، خطوة استحسنها بعض النواب. ما نكون بمواجهة المجتمع الدولي من خلال أي خروج عن نظامه المالي، وكل شيء بيعمله المصارف بهذا التوجه بتكون خطوة إيجابية، وكل شيء بيعمله عكس هذا التوجه بكون عم بيعرض لبنان وعم بيجره لمزيد من الوحول يلي ما بيقدر له. آخر التصريحات الصادرة من واشنطن كلام المبعوث الأمريكي المعني بشؤون سوريا جيمس جيفري عن عدم قدرة النظام السوري على ما وصفه تبييض أمواله في مصارف لبنان. الكلام تزامن مع دخول قانون قيصر حيز التنفيذ الذي ينص على فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية. قد تكون الإيداعات الموجودة بلبنان تابعة لأشخاص نافذين وقريبين من النظام السوري أو لا، طالما أنه هن مش على لوائح العقوبات فهن ما في عليهم مشاكل وما في عملية تبييض أموال، ولكن بالمحصلة كانوا هن أو غيرهم الأموال ما عاد قادرين يستحصلوا عليها بالوقت الحاضر إلا ضمن قيود جدا محدودة.
الإجراءات اللبنانية القاضية بمنع كل المودعين من سحب الدولار من المصارف ضيقت على اللبنانيين والسوريين معا. شكل لبنان منفذا ملتويا للتهرب من الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، ما ساهم في استمرار تدفق الأموال لنظام الأسد، لكن ذلك ربما يصبح مجازفة إذا ما وضع قانون قيصر موضع التنفيذ. حسين خريص، العربي، بيروت. في العرب اليوم بعد قليل، مواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في أبين. حياكم الله من جديد مشاهدينا. إلى الملف اليمني الآن، حيث شنت قوات المجلس الانتقالي هجوما بريا على مواقع تابعة للقوات الحكومية في مناطق الدرجاج وصرر والطرية شمال زنجبار، كما تجددت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوبي البلاد. هذا وأرسل المجلس الانتقالي تعزيزات من محافظتي عدن ولحج إلى قواته في زنجبار وجعار استعدادا لاستعادة مدينة شقر من قوات الحكومة اليمنية. ينضم إلينا من صنعاء مباشرة مراسلنا خليل القاهري. أهلا بك خليل، نريد آخر التطورات فيما يتعلق بهذه المعارك بين القوات الحكومية من جهة وقوات المجلس الانتقالي من جهة أخرى على جبهة أبين تحديدا. نعم، يبدو أن القوات المجلس الانتقالي الجنوبي وسام تحضر لمعركة استعادة لمعركة تستعيد خلالها بعض مناطق شقر التي كانت قد سيطرت عليها القوات الحكومية، وذلك يتضح من خلال مزيد من التعزيزات العسكرية التي وصلت من محافظات عدن ولحج والضالع إلى قوات الانتقالي في مناطق مختلفة من زنجبار وكذلك في منطقة خنفر. كانت قوات الانتقال قد هاجمت مواقع القوات الحكومية في هذه المناطق، وتحديدا في مناطق شمال وشمال شرق زنجبار مركز محافظة أبين. القوات الحكومية ردت باستهداف مكثف لمواقع قوات الانتقال الجنوبي في مناطق محيط جعار وجبل خنفر، وبالتالي دارت مواجهات متقطعة بين الطرفين، والهدوء الآن هو سيد الموقف لكنه هدوء حذر. في الاتجاه الآخر في محافظة مأرب شرقي البلاد تجدد المواجهات بشكل مكثف خلال الساعات الماضية في منطقة صرواح وبعض المناطق التابعة لها إلى الجنوب الغربي من محافظة مأرب. وخلال أقل من ساعة من الآن وفقا للمصادر الميدانية، شن طيران التحالف ما يقرب من 11 غارة جوية على مواقع الحوثيين في هذه المناطق بالتزامن مع تجدد المواجهات، وذلك للحيلولة دون إحراز الحوثيين تقدما باتجاه مواقع القوات الحكومية. شكرا جزيلا لك خليل القاهري مراسلنا، كنت معنا مباشرة من صنعاء. وبالعودة إلى مراسم تشييع جورج فلويد، تنضم إلينا من جديد مراسلتنا ريما أبو حمدية من مدينة هيوستن في ولاية تكساس. ريما، إليك، ضعينا في صورة الوضع. طبعا لا أدري إذا انتهت بالفعل مراسم تشييع جورج فلويد في هذه اللحظات وكانت قد بدأت منذ أكثر من ساعة. إليك ريما. بالفعل لكنها ما زالت متواصلة، العديد من الفعاليات تجري خلف هذه القاعة كما ترون في الصورة ورائي. هنا يجري الآن تشييع أو مراسم تشييع جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا بمدينة مينيابلوس. كما ترون العديد من المشيعين حضروا إلى هيوستن للمشاركة في هذه الجنازة التي يحضرها الآلاف. أيضا كما ترون أعتقد أنه سيتم إخراج جثمان فلويد بعد لحظات، ستكون شبه رسمية مع وجود هذا العدد الكبير من الشرطة. إعلام كبير أيضا يحضر هذا أو يشارك في تغطية هذه الجنازة. في الداخل عديد أيضا من المسؤولين. عائلة فلويد دعت من 500 إلى 600 شخص للمشاركة في الجنازة اليوم، من بينهم مسؤولين ونشطاء في مجال
خلال الحقوق المدنية وحقوق الإنسان. أيضا العمدة عمدة مدينة هيوستن يحضر هذه الجنازة، أعضاء من الكونغرس الأمريكي من هذه الولاية يحضرون هذه الجنازة، وأيضا لاعب الملاكمة الشهير الذي قام بدفع تكاليف هذه الجنازة أيضا يحضر هذه الجنازة. إذن 6000 شخص حضروا فقط لتوديع جورج فلويد البارحة، اليوم العدد كبير، الناس يحضرون ويخرجون. هذه القاعة تتسع إلى أعتقد 500 إلى 600 شخص، وهذا هو العدد الذي يسمح بعدد الناس المسموح للتواجد في نفس الوقت داخل هذه الكنيسة. بعد ذلك سيؤخذ من هذه الكنيسة ليوارى أثر بجانب والدته في مسقط رأسه هيوستن تكساس. على مدار منذ 4 أو 5 أيام كان هناك العديد من الفعاليات لإحياء ذكرى جورج فلويد التي جرت في هذه الولاية، بالإضافة إلى كارولينا الشمالية ومينيسوتا حيث كان يعيش جورج فلويد، بالإضافة طبعا إلى فعاليات ومظاهرات جرت في هذه المدينة وفي مدن أخرى في تكساس، بالرغم من أن هذه الولاية ولاية جمهورية. وحتى في بعض الأماكن التي شهدت مظاهرات احتجاجا على مقتل جورج فلويد خرج بعض المتظاهرين من الجانب الآخر مدججين بالأسلحة، وقفوا أمام المتظاهرين الذين حملوا لافتات تقول لا أستطيع أن أتنفس وحياة السود مهمة. طيب، مع انتهاء هذه المراسم بعد قليل لربما كما تفضلت ريما، ما المتوقع؟ هل هناك دعوات فعلية لمظاهرات جديدة قد نشهدها خلال الساعات القادمة أو خلال الأيام القادمة أيضا؟ بالفعل، يعني المظاهرات لن تتوقف لا في هذه الولاية ولا في ولاية مينيسوتا حيث قتل، ولا في الولايات الأخرى خاصة في العاصمة الأمريكية التي تحولت إلى ساحة تظاهرات. المتظاهرون يقولون لحين تحقيق المطالب، بدءا من تحقيق العدالة لجورج فلويد بإثبات التهم الموجهة لأفراد الشرطة الأربعة، شوفن الذي قام بوضع ركبته على رقبة جورج فلويد الآن يحاكم أو تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الثانية والتي قد تصل فيها العقوبة إلى نحو 40 عاما. يقول المتظاهرون هذا ليس كافيا لأن حوادث العنف ضد السود ضد الأمريكيين من أصول إفريقية والأقليات بشكل عام متزايدة في الولايات المتحدة، ولإيقافها يجب أولا إعادة هيكلة نظام الشرطة في الولايات المتحدة وقوات الأمن بشكل عام، وثانيا تخفيض التمويل الممنوح لقوات الشرطة في الولايات المتحدة بشكل عام وفي الولايات وبعض الولايات على وجه الخصوص، وتحويل هذه الأموال إلى برامج رعاية وبرامج للمواطنين الأمريكيين. بعض من هذه المطالب بدأت فعلا بالتحقيق ولو نظريا، بمعنى أن الآن ولاية مثل نيويورك تقوم بتحويل بعض التمويل من الشرطة إلى برامج خاصة. أيضا رأينا كيف كان في الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قاموا بتقديم مشروع قانون لإصلاح وهيكلة نظام الشرطة في الولايات المتحدة، ولكن كما يقول المتظاهرون وأكثر من شخص تحدثنا معهم حتى هنا، يبقى كل هذا حبر على ورق ما لم يتم تفعيله في على الأرض مع أفراد الشرطة مع المواطنين، بالرغم من أن الجميع يدرك حتى المسؤولين في الشرطة الأمريكية أن الحوادث الفردية لن تتوقف. ريما أبو حمدية مراسلتنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من هيوستن من مراسم تشييع جثمان جورج فلويد، هذه المدينة مسقط رأس فلويد، شكرا لك ريما. كشف محمد شتي رئيس الوزراء الفلسطيني في لقاء أمام وسائل إعلام دولية عن تقديم السلطة الوطنية اقتراحا مضادا لخطة السلام الأمريكية التي باتت تعرف بصفقة القرن. الاقتراح تضمن إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومنزوعة السلاح، بالإضافة إلى إجراء تعديلات على الحدود في حال استدعت الضرورة على حد تعبيره. وأوضح شتي أن الاقتراح المكون من 4 صفحات ونصف وضع أمام اللجنة الرباعية التي تضم كلا من أمريكا وروسيا إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال شتيغي إن اتفاق السلام مع إسرائيل وصل إلى مفترق طرق، مشيرا إلى أن واشنطن ليست وسيطا عادلا وإنه بات من الضروري الذهاب نحو مؤتمر دولي للتسوية.
اتفاق السلام وصل إلى مفترق طرق جدي، فإسرائيل لا تريد الحفاظ على الوضع القائم بل تريد ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية. بالنسبة إلينا، عملية السلام وصلت إلى لحظة فارقة. العالم كان ينتظر من ترامب الخروج بمبادرة، لكنه خرج بمقترح مرفوض حتى من قبل أطراف إسرائيلية. عرضت عائلة دوابشي شهادتها أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد على ما ألم بها من ألم وأحزان عقب ارتكاب المستوطني عميرام بن أوليئيل جريمة حرق عائلة دوابشي في قرية دوما عام 2015. وستعقد المحكمة الإسرائيلية جلسة للنطق بالحكم بحق المستوطني في 12 من تموز يوليو المقبل. 5 سنوات مرت على جريمة إحراق عائلة دوابشة، لكن الفاجعة ما زالت حية لدى العائلة. كان من المفترض أن يحضر أحمد إلى المحكمة المركزية بالليد للإدلاء بشهادته على ما تعرض له هو وعائلته من جريمة الحرق، لكنه في آخر اللحظات فاجأ جده حسين بسؤال لم يتوقعه ولم تكن له إجابة. أنا طلبت من أحمد أنه يحضر المحكمة هان، حكى لي في حرف الواحد، سألني سؤال، قال لي سيدو أنت بتقدر تضمن لي إني أنا ما أحلم فيه في الليل؟ خليني بتوفي إني أنا مش عايش في النهار، مش عايش وفي الليل خلوني أخذ راحتي، خلوني أنا أنام في الليل وأنا مرتاح، ما بدي أحلم في هذا المستوطن. العائلة أدلت بشهادتها أمام المحكمة وما مرت به خلال السنوات الماضية من آلام الفقد منذ استشهاد رب الأسرة سعد وزوجته ريهام ورضيعهما علي وإصابة أحمد بحروق تجاوزت 65% من جسده. ولم تغب عن المحكمة محاولات تهجم عائلة المستوطن مرتكب الجريمة. جلسة اليوم كانت هي جلسة خاصة كون أن هذه المرة الأولى بعد 5 سنوات عائلة دواشي تقول روايتها بخصوص المأساة التي والضرر الذي حل بهم. رغم السنوات 5 الماضية التي مرت على إحراق العائلة عام 2015 إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها حتى الآن، ومن المفترض أن يصدر الشهر المقبل، فيما تطالب النيابة الإسرائيلية بإنزال عقوبة المؤبد 43 عاما بحق المستوطن عميران بن أوليئيل مرتكب الجريمة. ترى عائلة دوابشة أن الفجعة كانت أكبر من كل شيء ولا يمكن لأي ثمن أن يعيد الأرواح التي فقدت، وتخشى من تكرار ما حدث مع أحمد وعائلته، لا سيما مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. أحمد جردات، العربي، اللد. أعادت السلطات في قطاع غزة فتح قاعات الأفراح وفق تدابير وإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا، كما فتحت السلطات في غزة شاطئ البحر أمام الزوار والمصطافين بعد إغلاق دام أكثر من شهرين. مراقبون عزوا إجراءات التخفيف إلى عدم قدرة السلطات في غزة على تحمل الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا فترة أطول. جمال هذا المشهد لا يعكس بالضرورة واقع أصحاب هذه الأماكن السياحية على شاطئ بحر غزة. مثل هذه المقاهي الساحلية كانت تعج بالمواطنين وعشرات العمال، حالها اليوم تغير رغم عودتها للعمل بعد أسابيع من الإغلاق. في المواسم اللي فاتت طبعا بيختلف كليا، يعني بتقدر تقول يمكن انخسف 70% 70% عنا اللي هو الشغل، يعني في اليوم اللي زي هيك اقل شيء كان عندي 300-400 طاوله، اليوم بتعدوش 30 أو 40 طاوله. في صالات الافراح الورد يتفتح من جديد، اجراءات مشدده فرضتها السلطات لعوده العمل داخلها. هذه الصاله مثلا تتسع لنحو 500 شخص، تبعا لقرار الجهات المختصه سيسمح بدخول نصف هذا العدد فقط. بعد الجائحة هذه وبعد وقفة الصلاة لمدة أكثر من شهرين فقدوا تقريبا النصف وظائفهم، وصاحب الصلاة ما بيقدر إنه يدفع للعدد السابق، يعني طالما إنه صارت الإجراءات يعني خلتنا أجبرتنا إنه ناخذ سعر أقل من الناس عشان نشتغل يعني. وزارة الاقتصاد أول من قام بتخفيف إجراءات الحظر بفتح المقاهي والمطاعم. الاقتصاد إذن في مواجهة الصحة. أساسيات الخاصة بالتخفيف عدم قدرة الحكومة على تعويض المنشآت الاقتصادية التي تضررت بسبب جائحة كورونا
بالإضافة لعدم قدرتها على تعويض آلاف العمال الذين انضموا إلى صفوف البطالة. السياحة الداخلية مهمة بالنسبة للناس في غزة، المعابر مغلقة، حينها يصبح شاطئ البحر متنفس الكثيرين في ظل ضائقة اقتصادية تعصف بالآلاف منهم. تعترف السلطات في غزة بعدم مقدرتها على سد العجز الناجم عن قرار إغلاق المنشآت السياحية والاقتصادية، كما أنها لا تخفي خشيتها من خطر انتشار فيروس كورونا في إحدى أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. أكد الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز أن حزمة التمويل الضخمة التي أقرتها الحكومة الأمريكية فشلت ولم توفر الإغاثة للعمال والشركات الأكثر ضعفا خلال فترة وباء كورونا. موقف ستيغليتز انسجم مع آراء عدد كبير من المحللين والتقارير التي كشفت أن الأثرياء استفادوا بنسب كبيرة من الحزم الحكومية في غالبية البلدان، فيما ساهم المواطنون في تلك الحزم من خلال الضرائب التي يدفعونها. أقرت الحكومات حزم تحفيز ضخمة في عدد كبير من دول العالم، وذلك لدعم الاقتصادات والأفراد بعد الإغلاق الذي أحدثه فيروس كورونا. إلا أن الأصوات ارتفعت خاصة في أمريكا بعدما تبين أن الأثرياء والشركات الكبرى كانت من أكبر المستفيدين من هذه التحفيزات التي يدفعها المواطنون بطبيعة الحال من خلال الضرائب، حيث أظهر تقرير للجنة المشتركة للضرائب أن 82% من الدعم الضريبي سيفيد من يكسبون أكثر من مليوني دولار سنويا، فيما حصة من يكسبون أقل من 10,000 دولار لن تزيد عن 0.1%، علما أن تقرير معهد الدراسة السياسية في واشنطن أكد أن ثروات المليارديرات الأمريكيين زادت 2,282,000,000 دولار في أقل من شهر بينما كانت البلاد في حالة إغلاق. في المقابل تقدم أكثر من 42,000,000 شخص بطلب إعانة بطالة. وفيما ركزت غالبية خطط التحفيز العربية على خفض ضرائب الشركات أو وقفها أو تأجيلها إضافة إلى دعم الأفراد، توجهت الخطط الأوروبية بغالبيتها إلى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والعمال المتضررين من تداعيات الفيروس، إلا أن عددًا من المحللين تساءلوا عن استفادة الأثرياء أيضًا من أموال دافعي الضرائب مع دعوات لتشديد الرقابة على آليات الصرف. ويطالب العديد من الاقتصاديين بضريبة ثروة يتم فرضها ولو لمرة واحدة هذا العام لتغطية تكاليف كورونا، خاصة أن 1% من الأوروبيين يمتلكون بين 20 و25% من إجمالي الثروة في فرنسا وألمانيا وإسبانيا، بينما فرض ضريبة بنسبة 5% على أغنى 5% من الأسر الأمريكية يمكن أن تجمع ما يصل إلى تريليوني دولار. أطلقت سلطات البحرين سراح الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب بعد 4 سنوات من السجن على خلفية تغريدات ومقابلات بحسب ما أعلن محاميه وعائلته. وقال المحامي محمد الجشي إن إطلاق سراحه جاء في إطار تنفيذ عقوبة بديلة مدتها 3 سنوات لم تتضح طبيعتها حاليا. وكان رجب قد انتقد في تغريدات الغارات الجوية التي يشنها التحالف السعودي الإماراتي على اليمن واعتقل إثرها وصدرت عليه أحكام بالسجن. بدأت في إيران محاكمة معاون رئيس السلطة القضائية بتهم فساد، وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة شخصيات بارزة في إيران، لكنها هذه المرة تبدو المحاكمة مختلفة برأي مراقبين في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها إيران والتطورات السياسية مع سيطرة الأصوليين على البرلمان والسلطة القضائية. من الظل إلى العلن يخرج الرجل الثاني في القضاء الإيراني، لكن بلباس المتهمين. ملف فساد ضخم بعد 20 عاما على توليه مهام المسؤول المالي والتنفيذي في رئاسة السلطة القضائية. أكبر طبري و21 من شركائه المتهمين بالرشوة وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
سنلاحق المفسدين أينما كانوا ولن يتمكنوا من الفرار من العدالة. محاكمة مختلفة بالتأكيد لا تعيد إلى الأذهان محاكمات سلاطين الفساد كما عرفوا في إيران فقط، ولا محاكمات وجوه بارزة، بل تكشف عن خفايا صراعات داخلية برأي مراقبين، خاصة عندما تطرح في وسائل الإعلام تساؤلات عديدة مثل الاستغراب لعدم الكشف عن هذا الفساد خلال فترتي رئاسة السلطة القضائية سابقا من قبل محمود هاشمي شاهرودي وصادق آملي لاريجاني الرئيس الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، والاستفسار عن مصير ملفات فساد في بلدية طهران عندما كان يرأسها محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي. القلق لدى الرأي العام والتيارات السياسية هو نتيجة التأثير الممكن على ملفات مكافحة الفساد، لكن هذه المرة تبدو الجدية أكبر. سيطرة الأصوليين على السلطتين القضائية والتشريعية يرسم مرحلة جديدة في إيران، مرحلة يدرك فيها النظام أهمية بناء الثقة مع الشارع في ظل أوضاع داخلية وإقليمية ودولية صعبة. الفساد في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران ملف مهم، لا تخفي إيران أن مكافحته ليست سهلة. تتفق التيارات السياسية في إيران على خطوات مكافحة الفساد، لكنها تختلف في التفاصيل ربما، وإذا ما كان بعضها يأمل باستمرار هذه الخطوات التي يرحب الشارع الإيراني بها دوما، فإن بعضها الآخر يحذر من استغلال هذا الملف سياسيا. حازم كلاس، العربي، طهران. ونختتم برنامجنا بفيديو من منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيديو اليوم يتحدث عن مقتل سيدة في لبنان برصاص طائش في مخيم شاتيلة جنوب بيروت. كرمال مين؟ كرمال تاجر مخدرات، وكرمال واحد بيحمي تجار المخدرات. والله لا يشتكي عليك هذا الولد. العربي اليوم انتهى مشاهدينا، ننتقل الآن إلى برنامج للخبر بقية مع الزميلة نجلاء أبو مرعي، وقراءة معمقة نجلاء لتطورات الملف الليبي خاصة السياسية منها.